من جديد أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من برنامجكم مساحة رأي، وتستمعون إلينا في عمان والوسط على الموجتين 93.5 و93.3 أيضا، وفي إربد والشمال على 102.9. معنا على الهاتف عمر الحموري وأسيل فصاطلي وأيضا أحمد هيلات، وأرحب معكم أيضا مستمعينا بضيفنا في هذه الحلقة معالي وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء الخير لك لأسيل وعمر وأحمد وكل الإخوان المستمعين. مساء النور ونسعد بك دائما دكتور محمد. دكتور محمد، لو بدأت معك بمحاور حلقتنا هذه، تحدثنا وسألنا الشباب في البداية هل تعتقد أن حوارات الحكومة مع الشباب استعراضية، وتابعنا السؤال لكن أريد أن أقف معك عند هذه النقطة. ما الدعوة والغاية من أن يجيب نصف الشباب على سؤال الاستطلاع بأن هذه اللقاءات بالفعل هي لقاءات استعراضية؟ يعني الجواب طبيعي، لأنه ربما بعض المعطيات التي سبقت هذه اللقاءات لم تكن واضحة. دولة الرئيس التقى مع مجموعات متعددة من الشباب بناء على طلب هؤلاء الشباب، فكانت المبادرة بصراحة هي من الشباب أنفسهم اللي كانوا قالوا نحن نريد أن يصل صوت الشباب إلى الحكومة وإلى الرئيس، ونريد أن نطرح عليهم قضايانا وأفكارنا، فتم ترتيب اللقاءات بناء على هذا الأساس. يعني لم يكن هدف بالفعل لا استعراضي ولا هدف أنه فقط من أجل أن الإعلام الرئيس يلتقي بالشباب، هي مبادرات شبابية وافق عليها الرئيس، وهنالك يعني مبادرات قادمة ويعني لاحقة. الأخ أحمد كان يتحدث أنه يعني هل من يسحجون هم الذين يقابلهم الرئيس؟ يعني طبعا لا، مش صحيح، لأنه بعض هؤلاء كانوا من الأعلى سقفا في انتقاد الحكومة وانتقاد السياسات الرسمية، ومعروفين على تويتر والناشطين، ويعني من الناس الحركيين. بعض هؤلاء لديهم منظمات ومبادرات ومتنوعة، يعني هي تعتمد بدرجة رئيسية على الشباب أنفسهم. يقولون لماذا لا يقابلنا الرئيس؟ الحكومة تقول لا، نقابلكم ونقابل أي مجموعة تريد أن تقابل الآخرين. وخليني أحكي بصراحة أكثر، يعني أنه في مراحل سابقة يعني كانت وجهة نظري أنا شخصيا حتى قبل دخول الحكومة، أنه الرؤساء يجلسون مع أعيان وشخصيات عديدة في مناطق متعددة وفي يعني لقاءات عديدة، لكن في الفترات الماضية كان هنالك غياب واضح لصوت الشباب. فلماذا لا يلتقي الرئيس الحكومة ضمن هذه الفعاليات بالشباب ليستمع إليهم ولنكون قريبين منهم؟ هذا يعني الجانب الأول. الجانب الثاني أنه اليوم موضوع الشباب هو بالفعل يتصدر اهتمامات وأولويات الدولة والحكومة بشكل عام، وهنالك رسالة تريد الحكومة أن تصل إلى الشباب، أننا يعني ندرك تماما الهموم، ندرك تماما التحديات، ندرك تماما الحواجز التي تنتابكم وتنتاب عائلاتكم، وبالتالي نحن يعني قريبين منكم ولسنا بعيدين منكم. الآن بدون شك هذه اللقاءات لن ينتج عنها تغيير فوري في واقع الشباب، ولن ينتج عنها سياسات جميل مباشرة. جميل، عند هذه النقطة معاليك، يعني علق قبل قليل أحمد لربما بأننا اعتدنا أن نستمع إلى خطابات إنشائية. يعني هل يوجد ضمن خطة معالي الدكتور محمد أبو رمان ووزارة الشباب والثقافة التي جمعت مؤخرا في هذه الحكومة، هل يوجد هناك برامج واضحة وبرامج عملية وواقعية تعنى بالشباب، ترفع من سوية الشباب وتشرك الشباب أيضا؟ هلا سيدي، موضوع الشباب أولا احنا يعني برضو نأخذ بشكل منهج ومفصل. موضوع الشباب لم يكن بمستوى يعني قبل سنوات لم يكن بهذا المستوى من اهتمام الدولة كما هي عليه الحال الآن. واضح تماما أنه هنالك من جلالة الملك إلى الديوان الملكي إلى الحكومة إلى الجميع، يعني هنالك اليوم حديث دائم ومتكرر عن موضوع الشباب، و هناك تحول كبير في سياسات الدولة اتجاه شريحة الشباب، يعني على صعيد المبادرات، على صعيد مثلا لدينا العديد من المؤسسات بالإضافة إلى وزارة الشباب تعمل على موضوع الشباب. هناك برامج عديدة دخلت على الملف الشباب، قضايا التأهيل، قضايا التدريب، قضايا يعني الجوانب المرتبطة بمحاولات إيجاد فرص عمل للشباب. هناك العديد من المجالات الجديدة التي بدأت تدخل على الخط في موضوع الشباب. فنحن في مجال السياسات الشبابية بعتقد هنالك يعني تحول كبير في اهتمامات الدولة. هذا التحول بدأ يعني
يعني منذ عامين تقريبا. إلى الآن المشكلة التي صاحبت هذا التحول أنه الاهتمام كان بدرجة كبيرة بالكم على حساب الكيف. بمعنى يعني هنالك اليوم لدينا قرابة 200 مركز شباب في مختلف محافظات المملكة. هنالك العديد من المنشآت التي يتم افتتاحها مراكز شباب وملاعب وإلى آخره بمبادرات ملكية. هنالك العديد من فإحنا الآن في طور التقييم والمراجعة لما يعني ما حدث خلال الفترة الماضية والاهتمام بالنوع في مقابل الكم. بمعنى يعني هذه المراكز الشبابية اليوم احنا أولوية وزارة الشباب في المرحلة القادمة ما نسميه نحن هنا في الوزارة تفعيل المراكز الشبابية من خلال توطين البرامج ومؤسسة هذه البرامج لتكون برامج على مستوى دائم ومؤسسي. فهنالك تفكير اليوم بأنه والله بعض المراكز لابد أن تكون متخصصة في موضوع تشغيل الشباب وتأهيلهم، بعض المراكز متخصصة في عمليات بناء مهارات الحياة اليومية وإلى آخره بحسب طبعا السن المستهدف. هنالك مراكز متخصصة في الجانب السياسي مثلا مفاهيم المواطنة والمسؤولية الوطنية ورسالة الدولة. فيعني هنالك ورشة عمل كبيرة على صعيد وزارة الشباب ومديريات الشباب اليوم في عملية التقييم وبناء التصور الاستراتيجي للمرحلة القادمة، ونحن يعني خلال إن شاء الله فترة قريبة رح نطلق الاستراتيجية الجديدة للسياسات الشبابية في الأردن. الأمر الآخر التطور المهم اللي أنا بدي أشير له، أنا كثير حابكم تشتركوا معي في هذه القضية، في من يقارن الحال اليوم في الأردن قبل 5-6 سنين تقريبا سيجد أن هنالك طفرة هائلة وكبيرة في المبادرات الشبابية. بمعنى سابقا كان هنالك دائما صورة نمطية أنه الشباب غير معنيين غير مهتمين بالشأن العام، الشباب يعني مستنكفين، وربما صورة سلبية عن الشباب الأردني. اليوم لا نذهب باتجاه أي محافظة إلا نجد أن هنالك العديد من المبادرات الشبابية التي تقوم على العمل التطوعي، ونجد هنالك العديد من الشباب المنخرط في هذه المبادرات. تحتاج مثل هذه المبادرات بالفعل إلى أن يكون هناك متابعة من قبل الوزارة لهذه البرامج لهذه الفعاليات حتى لا تكون كما تفضلت قبل قليل الكم على حساب النوع. أحسنت، هذا اللي إحنا بالضبط إحنا يعني بنفكر فيه في اليوم في الوزارة، انه بدانا بعمليه مسح اعلنا في موقع الوزاره عن دعونا اصحاب المبادرات الى يعني التسجيل، والتسجيل طبعا على الموقع مش التسجيل الرسمي فيه، لكن على الاقل رصد وعمل مسح ميداني ورصد هذه المبادرات ومدى فعاليتها وتقسيمها وتصنيفها للتعامل والتنسيق معها في المراحل القادمه على صعيد اما على صعيد الوطني او حتى على صعيد المحافظات. وكان هنالك اليوم لقاء مع يعني مديري الميدان في وزارة الشباب، وطلبنا منهم الاهتمام بهذه المبادرات والتنسيق معها ويعني رصد القيادات الشبابية الواعدة في المحافظات من أجل الانتقال إلى خطوات قادمة. جميل. معاليك يعني لربما قد عطل يعني العمل باسم وزارة الشباب في مرحلة معينة، وفي مرحلة قد دمج مع وزارة أخرى كما هو الحال الآن، يعني ما هو المتوقع والمأمول من فئات الشباب من الناشطين أن يتعاونوا أن يعني يبادروا، كيف ما هي آلية التواصل التي ستكون مع هؤلاء الناشطين من قبل الوزارة، خصوصا أن العمل الآن سيكون على أشد وأن يعني البرامج يجب أن تكون بالفعل على قدر ما يأمل الشباب؟ هناك أكثر من مستوى. أولا إحنا هنالك بالفعل بدأنا عملية التواصل مع العديد من أصحاب المبادرات الناجحة، ورصدنا يعني العديد من هذه المبادرات، وسيكون هنالك لقاءات قريبا جدا في الوزارة هنا مع مجموعة كبيرة من هؤلاء للتنسيق في المرحلة القادمة. أنا حتى أوضح لك الأمور مشان ما نكون وكأنه نحن يعني نسبح في فضاء. رح نبدأ بعملنا خلال الفترة الماضية من خلال محافظات بالتدرج، يعني نختار محافظتين نبدأ بهاتين المحافظتين بعملية تفعيل مراكز شبابية. مثلا لو كان لدينا في محافظتين أو في إحدى المحافظات مثلا 50 مركز شبابي، نبدأ بانتقاء 10 أو 15 مركز شبابي. هذه المراكز الشبابية التي ننتقيها وفق أسس معينة نبدأ بتوطين برامج شبابية فيها،
يعني هنالك اتفاقيات مبدئية مع بعض المؤسسات المجتمع المدني الناجحة للذهاب إلى هذه المراكز الشبابية واستنساخ العمل الذي يقومون فيه بهذه المراكز الشبابية. فالفكرة عندنا أن تكون مراكز شبابية متنوعة. بنفس الوقت هنالك راح تقوم شبكة في التواصل مع أصحاب المبادرات التطوعية في نفس المحافظة من أجل القيام بأعمال مشتركة على مستوى المحافظة ومن أجل تبني مبادراتهم على صعيد المراكز الشبابية. جميل. بمعنى أنه يعني إعطائهم بعض الـ الـ ما تسمى يعني الأكسس أو المدخلات على المراكز الشبابية من أجل أنه يكون لهم وجود في المراكز الشبابية ويكونوا قادرين على استقطاب المجتمع المحلي جميل. والشبابي للمشاركة في هذه المبادرة. معاليك بالحديث عن موضوع التواصل مع الناشطين والتواصل مع أصحاب المبادرات، لربما يعني ترد هنا نقطة وقد علق عليها أحمد وعمر وغيرهم، بأن هناك نوع من الانتقائية الذي يجري دائما في لقاءات الجانب الرسمي مع المجموعات الشبابية. إلى متى ستستمر هذه الصفة في طبيعة الشباب الذين يعني تلتقي بهم الحكومة؟ يعني حاولنا احنا نوصل احمد هذه انه هاي انت تحدثت وتفضل احنا راح يعني ندعوك في اي لقاء. هي الحكومه لا تنتقي، الشباب هم الذين ينتقون الحكومه. بمعنى كانت المبادرات من الشباب، وحكيت لك انه الشباب كانت الوان مختلفه، يعني كانوا في البدايه شباب من اصحاب الصوت النقدي الحاد على مواقع والناشطين والمعروفين بخطابهم المرتفع، وفي مرحله لاحقه شباب مثلا من كان يعني في البدايه كان نشطاء السوشيال ميديا ما يسمون، مرحله لاحقه حراك الطفيله يعني كان التقى بدوله الرئيس، في مرحله ثالثه منسق سند معه اختار مجموعه كبيره من الشباب في المحافظات، ونحن منفتحين على اي مجموعات شبابيه يعني تود ان تلتقي سواء بالوزاره الشباب للتنسيق معنا او بالحكومه، ما في حواجز، هذه يعني ما في جدران بيننا وبين الاخرين، بالعكس هذه نعم. تحديدا هذه وزاره الشباب هي لكل الشباب. نعم اراد احمد، احنا منفتحين نعم. على هذا الشيء. نعم معليك، اراد احمد وعلق ايضا على تعليقك، ردا على تعليقك. انا خايف يصير احمد زي قتيبة بعدين. لا لا لا، هي الفكره بانه قد علق في هذه النقطه، اراد ان يكون هناك مثلا موقع الكتروني او واجهه الكترونيه، من يريد ان يطرح وان يقدم وان يشارك في مثل هذه اللقاءات أن يقدم من خلالها. هل هناك توجه إلى مثل هذه البوابة للشباب؟ شوف، إحنا أولا إحنا عندنا يعني حسابات الوزارة وحسابات يعني تم تدشين صفحة على السوشيال ميديا، صفحة فيسبوك وصفحة وحساب على تويتر باسم وزير الشباب. نعم. وزير الثقافة والشباب. نعم. ونتلقى يوميا التغذية الراجعة، وهنالك فريق يقوم على متابعة كل هذه التغذية الراجعة ومتابعة التعليقات والحوار مع الشباب، وهذه المنصات أنا بعتقد هي بحد ذاتها مهمة جدا لإزالة أي عوائق وجدران. جميل. تمنع من التواصل، فتستطيع أي مجموعة شبابية إيصال صوتها بشكل سريع ومباشر من خلال هذه المنصات، يعني وبدون المرور بأي قنوات، ولست بحاجة إلى يعني أي إجراءات بيروقراطية حتى نتواصل معا ونتناقش في الهم الشبابي. احنا شوف بدي احكي لك باختصار. تفضل. يعني في المرحلة القادمة احنا منفتحين على كل الشباب، واحنا حابين انه يكون اكبر كم من الشباب يشارك معنا في المجهود، لانه القادم التحدي الاكبر امام الاردن في المرحلة القادمة هو تحدي الشباب، تحدي الشباب على اكثر من مستوى، يعني والشباب هم في النهاية يعني إما أنهم يكونوا درع الوطن وهم الرافعة للمستقبل، وإما لا قدر الله يكونوا القنبلة الموقوتة اللي موجودة في حضن المجتمع. أنا كنت أقول اليوم لمدراء الميدان في وزارة الشباب، أقول لهم أنتم مهماتكم هي مهمات أمن وطني أردني، لأنه الشباب هذا جيش كبير منتشر في المحافظات، اليوم أمامه خيارات، أمامه خيار البناء والعمل التطوعي والكفاح، وأمام خيارات لا قدر الله الإرهاب أو التطرف أو المخدرات. فبالتالي إحنا دورنا في هاي المرحلة، دور وزارة الشباب وكل المؤسسات المناسبة التي تقوم على الشباب والشباب اللي أصحاب مبادرات، يعني هذه مرحلة دور حيوي فيها. نعم. دور ثانوي. وقبل أن يداهمنا الوقت في آخر محور معاليك، يعني تساءل عمر قبل قليل أين هي المخرجات وأين هي التوصيات التي تخرج بها لقاءات الحكومة بالشباب دائما، لا نرى ذلك، نرى فقط الخبر الذي تنشره صفحة رئاسة الوزراء أو الذي ينتشر على بترا وما إلى ذلك.
يعني هل يعني أيضا بالنسبة للقاء الأخير لم يخرج الشباب، ومن لقاء مدته 3 ساعات بمجموعة التوصيات بمجموعة المخرجات، كيف يجب أن يفهم الشباب لا، هو ذلك؟ بالمناسبة أولا اللقاءات هي لقاءات حوارية، يعني أقرب إلى عصف فكري ما بين دولة الرئيس كان ومجموعات الشباب. مثل ما قلت لك، هاي الحوار لا يمكن أنه ينبني على هذه اللقاءات يعني نتائج مباشرة. هذه المسألة بدها مأسسة وبدها عمل وبدها سياسات وبدها نقاش وبدها، لكن بنبني جميل عليها أنه نفهم بعض، جميل بنبني عليها أنه يكون كل زوايا الموضوع قيد النظر من قبل الجميع، أنه الرئيس يفهم هواجس الشباب، قضاياهم من الميدان من المحافظات، والشباب يستمعوا إلى خطاب الحكومة وأيضا أولويات الحكومة وكيف تفكر الحكومة. جميل جميل. طيب شكرا للموصول، لقد دهمنا الوقت، يعني قبل قليل كنا نتحدث عن، أهلا وسهلا لا فيك نريد أن وفي يدهمنا الوقت. الإخوان في راديو حسنة، ومشكورين على الجهود الشكر اللي قوموا الموصول فيها. لك دائما دكتور محمد أبو رمان، معالي وزير الثقافة والشباب، وسيكون لنا بالتأكيد في برنامجنا هذا الذي يعنى بالشباب لقاءات وحوارات قادمة بإذن الله. يا أهلا وسهلا.